النهايات المثلثية يكاد لا يخلو أي امتحان نهائي من هذا السؤال. هو أهم، يعني أقول لك بالامتحان أوجد ليميت على الأغلب بده يكون واحد من اثنين، إما في ساين وكوساين أو في قيمة مطلقة إجباري، أما الحالات البسيطة الأخرى ما بتجي. لذلك والطلاب وين مشاكلهم أكثر شيء؟ بالنهاية المثلث، ما بيعرف إمتى إحاطة، ما بيعرف إمتى قانون إلى هلا بدنا نعمل له مخطط. إذا هذا المخطط دخل على مخك وبرمجت الموضوع مخك مثل ما أنا بدي أعمل لك إياه، على تنفذ من شيء اسمه نهايات مثلثية. طبعا نحن عندنا نهايات مثلثية بيطلع معنا حالة صفر على صفر، تكون عدم تعريف. فهون شو بنعمل؟ نهايات المثلثية عندنا حالتين تمرين، يا بدي يكون ساين يا بدي يكون شو؟ كوساين. والمضمون الزاوية يعني خلينا نسميها رمز لها، رمز وليا كون نجمة. ليه عم رمز لها نجمة ما عم رمز لها إكس؟ ما شرط تكون بالرياضيات الزاوية هي دائما إكس، بجوز تكون إكس مربع، بجوز تكون واحد على إكس. فرمز للزاوية بشكل عام هي نجمة. فبدراستنا نحن لما بقول لك ساين نجمة عرف إنه شو ما كانت تكون الزاوية، يعني أي زاوية كانت، رمز لكلمة الزاوية. لما بدنا ندرس نهاية الساين بنعين على المضمون واللي هو نجمة هون بالتمرين، هو من يحدد الحل. إذا كان المضمون لا نهاية، إحاطة مباشرة بالإحاطة، رح ناخذ مبرهنات الإحاطة بعد شوي قواعد الإحاطة. أما إذا كان المضمون صفر، في عندنا قانون ذهبي بيجيب لك الليمت، ليمت ساين نجمة على نجمة، لما النجمة تسعى لصفر شو بيساوي؟ واحد. أو مقلوبه، ليمت نجمة على ساين نجمة، لما المضمون بيكون صفر بيصير واحد، لما الزاوية تسعى لصفر. ما تحفظها إكس، مو بس إكس، أي مقدار آخر. هلا بدنا نشوف بأمثلة عشان هيك أنت بتفكر بالساين. خلص دور بالمضمون، دور بالمضمون، مضمون اللي بحدك. إذا كان مضمون لا نهاية إحاطة، إذا كان مضمون صفر شو؟ قانون. شو عم بحكي أنا؟ شوف شو عم بحكي. مثلا أنت عندك ليمت ساين واحد على إكس، والإكس تسعى لصفر، قانون ولا إحاطة؟ قانون ولا إحاطة؟ اختلف العلماء. ما بعين على هاي، بعين على المضمون. يلا عوض ساين عدد على الصفر، اها شوف المضمون شو صار، انا احاطه. انتبهت طلاب شو عم يعملوا؟ ليك انا اكس تسعى للصفر، هو حافظ القانون بصم لما ساين اكس على اكس عنده صفر شو عم يصير؟ واحد، واحد بسطر، جواب بسطر عنده الطالب، واحد بس لا بينزل هاي لتحت عشان يعملها مضبوط، عشان يصير ساين واحد على اكس. فهون بينغش الطالب. شوف هاي، طيب طبعا هاي احاطه، بدنا ناخذها كمثله. شوف هاي ليمت اكس تسعى للا نهاية، مثلا اكس ساين واحد على اكس، شاف هون لا نهاية شو بيقول؟ احاطه، هي مانا احاطه، لا عوض المضمون، عدد على نهاية صفر، اذا كان المضمون صفر فهو قانون. وصلت الفكرة شو يعني المضمون؟ يعني المضمون هو من يحدد. نيجي على الكوساين، وأغلب المشاكل بتكون بالكوساين. ليه؟ لأنه ما في قانون إلا كلمة كوساين تي على تي، لما تي تسعى على صفر يساوي واحد، أو كوساين نجمة. عند الكوساين برضو حالتين للمضمون، المضمون هو من يحدد، يعني الزاوية هي من تحدد. مضمون شو اقصد فيها انا؟ الزاوية، مضمون الساين يعني الزاوية تبعيت النسبة المثلثية صح. إذا كانت الزاوية يعني المضمون لا نهاية، إحاطة على عين ورا، كلاهما الزاوية لا نهاية تسعى لا نهاية،
إحاطة. أما إذا كان المضمون صفر أحد طالباتي عام 2013، هو خطأ شائع عند الطلاب، جابوا له المضمون صفر، رح حل لكم سؤال دورة تبع 2013 هذا قليل إن شاء الله. ففورا كتبت قانون ليمت وجد موصوفا هلا صار انس تي متخرجه كوساين تي على تي لما تي تسعى للصفر شو يساوي؟ واحد. اجيز جابوا لنا تابع مثلثي سهل. طب والله السطر واحد حد ما و40 على تركيب بقول لك القانون ما في قانون بقول لك هذا القانون بس لمين؟ بس للصان. إذا لا يوجد قانون لما؟ لذلك عندما نصادف تمرين في كوساين والزاوية تسعى لصفر المضمون يسعى لصفر فقولا واحدا أنت بحاجة قانون يحوله إلى ساين. ليه؟ لأنه بتحوله لساين هلا صار فينك تستخدم القاعدة. إذا بس نشوف مضمون الكوساين صفر بتحوله لوين؟ لساين. نحن بحاجة هذا القانون يلي ورد معكم بكتاب الحادي عشر لما كان العاشر داشر والحادي عشر صلى على النبي كان في كورونا ما لقينا يعني ما لمسنا مش كان نعطيك القانون. القانون يقول حفظوا هيك كوساين زاوية خلينا نرمزنا نجمة يساوي واحد ناقص اثنين ساين مربع نصف الزاوية خلينا نسميه تيتا تتع لاحظ هذا قانون ذهبي يحول الكوساين الى ماذا؟ الى ساين. بس تعملوا للكوساين ساين انحلت عندك المشكله صرت ترجع للحاله واللي هي ليمت ساين تي على تي او ساين نجمه على نجمه. ضبط المخطط على دفترك شو؟ ايه بس الجداد في جداد معي مخطط هذا مخك ما بقى تسألني عن الساين والكوساين ما بقى تقول لي ليش إحاطة وليش كذا شو هي قواعد الإحاطة تعالوا نذكر فيها على جنب شو لازم من قواعد الإحاطة قواعد الساين والكوساين أيا كانت إكس تنتمي لآر فإن أول قاعدة إذا شفنا ساين إكس فتكون محصورة بين الناقص واحد بالمناسبة مو بس إكس أحسميها نجمة ساين أي مقدار في طلاب أحيان حافظين الساين إكس بيروح بالمضمون بالامتحان بيكون ساين 5 زائد إكس أو 1 على 5 زائد إكس ما عاد بيعرف إنه هي شو إحاطة ليه؟ لأنه هو حافظ بس إكس مو بس إكس شو ما كانت تكون الزاوية؟ ما بيهمني. الساين محصور بين الناقص واحد وزاوية. طبعا النجمة هون بس بنتابع إكس. كوساين نجمة برضو بين الناقص واحد وزاوية. شو مشان إذا كان ساين مربع الزاوية؟ هذا بين الصفر والواحد. إذا شفنا ساين مربع بين الصفر والواحد. شو مشان إذا كان كوساين مربع الزاوية؟ برضو بين الصفر هاي قواعد الإحاطة يلي لازمتكم بدراستها رح ناخذ أمثلة عليهم